بدأت اختبارات القدرات للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية والتي تجرى فعالياتها بالكلية، حيث تبدأ بالكشف الطبي المبدئي وقياس الطول والوزن واختبارات القدرات البدنية واختبار 100 متر للبنين و50 مترا للبنات واختبار المهارة الرياضية. وقد استقبلت أول أيام لجان الاختبار 160 طالبا وطالبة، وقامت إدارة الكلية بمبادرة لتخفيف حرارة الجو بتوزيع زجاجات الماء المثلج على جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات. سيادات الكلية لاستقبال أبنائنا الطلاب في اختبارات القدرات بدأت مع بدء امتحانات الثانوية العامة، كنا جاهزين وحين بدء فتح باب التقديم للاختبارات. من يوم السبت كان التقديم الإلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات. من تاني يوم بدأنا نستقبل الطلاب اللي عايزين يقدموا عندنا في الكلية، وتمت إجراءات ورقية وتم تحديد أول يوم للامتحانات اللي هو النهاردة. الاختبارات بتتم على يومين وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.